يمكن في ناس بتتفاعل بعاطفه، يعني ناس بتحبك بعدين بتقول يي خذلنا، نحن كنا بنحبه لانه كان بهذا المحل. انا بدي اقول شيء لانه بين اعلاميين ومحترفين، نحن دورنا كاعلاميين نحن لسنا ناشطين سياسيين. يعني انا دوري كاعلامي على التلفزيون او بالوسيله الاعلاميه ان اعلم، انه اخبر ناس شو عم بيصير او اشرح او انقل معلومه، بس انا مش دوري اطلع وصير اردح واعمل خطابات على التلفزيون مثل ما عم بيصير، او بنزل على الارض وبعمل خطابات. هلا الواحد بهذا المعنى، انا يمكن لانه عم بشتغل بقناه اسمها الميادين، في إلى جمهور معين بحبها، خروجي منها اعتبروا انه هو خياني للمكان اللي انا كنت عم بشتغل فيه، وربما خياني لما تمثل الميادين. انا يا اخوان مثلي مثل اي صحفي بيحترم حاله، اشتغلت بمؤسسه بحبها كانت بيتي، طلعت انت اسست قناة الميادين، من المؤسسين طبعا، طلعت منها ما بعدني بحبها ما بكرهها، ما صار في مشكله، انا صار في شيء خلاني استقيل. بعدك بتحبها ما بتكرهها، بعدهم بيحبوك وما بيكرهوك، مش مهم. ما مرات لا من. بدنا نعرف هلا مرات ما في شيء مهم وشيء مش مهم. مرات انت بتحب امراه ما بتحبك عادي، بس بعدك بيان. بتحب لها خطه، خلي اذا بدنا نحكي بالخط بدها نقاش كثير هيدا الموضوع، بس بدي نوصلها بعد ما نعرف الاسباب. ايه بس بدي كمل الصراحه معنا ل 12 بدي كمل بس الفكره. نعم انا استقلت، في حدا بيعرف ليش؟ هو غسان بن جدو صاحب قناة الميادين، وتقدمت باستقالي مع كثير محبة، وهو أسف وقبل الاستقالة، وخرجت سموثلي بشكل كثير عادي، وانتهى الموضوع بكثير احترام. قبل الاستقالة كمان بكثير محبة؟ ايه عادي، انه قال اذا كان هيدا خيارك. هل هو مشكل كان متراكم قبل وثاقبت الظروف؟ اكيد سلام، يعني مش انه فجأة من ولا شيء صار معين. انت ما بتطلع لسبب فوري حصل وبعدين بتقرر تطلع. طيب شو سبب هالتراكمات؟ بيكون في تراكم بعدين بتوصل لمحل. شو سبب هالتراكمات؟ هيدي المشكلة الأساسية، سبب التراكمات ليك. نعم أنا بطبعي صحافي حر، يعني وين ما اشتغلت بحياتي كنت حر، وما بقبل حدا يقول لي لا اعمل هيك ولا تعمل هيك. ومتعودين دائما عليك على الأجوبة الجريئة، ومتعودين على الاستقالات كمان. استقلت من فرنسا واستقلت من الجزيرة واستقلت من شو اسمه. اوكي كان سو عندك تمبليت ديجا جاهز، بس غير اسمه. بس بدي اقول شيء ثاني كمان، بدي اقول شيء ثاني كمان، انا بعتبر باخلاق الانسان واخلاق المهني انه الانسان لما بيترك مؤسسة حتى لو كان عنده عليها ملاحظات معينة لاسباب معينة ما بيحكي عنها. أنا هيك طبعي، لا تربيتي ولا أخلاقي ولا كذا بتخليني أحكي شو صار مشاكل داخل القناة، طب ما كنت من غير شر فيها. تاني شيء، أنا بكل هاي المسيرة خلي يكون واضح، بحياته ما حدا تعرض لي، أو بحياته ما حدا فرض علي شيء، أو بس ضيق عليك. لا ضيق، أنا عملت شغلي، يعني كنت مدير أخبار، اشتغلت شغلي كمدير بس أخبار. بس بتحس ببعض الأوقات إذا واحد ضيق عليك بتحس، ما تعرض عليك بس ضيق عليك. لا كبرنامج، يعني أنا بعد ما استقلت من إدارة الأخبار قدمت برنامج، في برنامجي لم يطلب مني احد اي شيء، انا بعمل برنامج مثل ما انا بعمله، عملت جزيرتي. هل انت ممكن يعني تكون تخطيت الحدود المرسومه لو مش بالظاهر، ولكن في امرار خطوط تنحط باي محطه ممكن تكون تخطيتها انت؟ هلا انا بتخطى وين ما كان الحدود، بس ما حدا بلغني انه تخطيت حدود. بس انت بقراره نفسك ما عرفت انه في تخطي لحدود؟ لا 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 لا، يعني ما كان. شوفي كمان، يعني انا بدي اعطي المؤسسه بدي اعطي التلفزيون حقه. انا ولا مره عملت برنامج ولا حكيت شيء ولا قدمت شيء الا ما كان انطلاقا من احتراف مهني. الاحتراف المهني الواحد ما في يختلف معك عليه. انا ضد انه الواحد يكون سياسي بالمقابلات، يعني مشان هيك مثلا الجمهور ربما بينصدم عده مرات لما عملت المقابله مع السيد حسن نصر الله. جمهور الحزب، وانا بقدر عاطفته تجاه السيد، وربما عاطفته تجاه الميادين، وربما تجاهي، انه انا لما سالت الاسئله اللي كل الناس بتسالها وكانت اسئله صعبه، وبتصور انه السيد حسن رد عليها بكثير ذكاء، الجمهور هب ثاني نهار انه انت كيف تسال هيدي الاسئله. مع الرئيس ميشيل عون كمان نفس القصص، انه كان لازم سالته هيك وليش ما سالته هيك. دائما الجمهور شو ما تعملي في محل معين. حرجته بالاسئله لمين؟ للرئيس عون. حاولت انقل كل الاسئله اللي عم يسالوها الناس. يمكن كمان انا عندي كان شغلي اضافيا، وانا كنت بين الناس كل يوم تقريبا عم بسمعهم وعم شوف انه شيء كثير حلو بالبلد عم بيصير. يمكن ثالث حدث مهم صار عندنا بتاريخنا من وقت الاستقلال، ثم تحرير لبنان، ثم هيدي الانتفاضة الشعبية الجميلة جدا. فأنا كنت عم بسمعهم وكنت عم نقول له كل الأسئلة بلا حذر. يعني أنا وقت بقابل حدا، معلش بيير، مسيرته الواحد المهنية بتشهد على ذلك، لما بقابل بنسى عواطفي،
حتى ببلغ الضيف اللي بدي قابله انه انا وياك لما نصير على الهواء حضرتك سياسي وانا اعلامي، ما عندي عواطف، ما عندي عواطف. طب هل هي الميادين ما نقلوا المقابله قبل يعني هذا سؤال، هل هي المقابله هون هي النقطه اللي خلت الكوب يفيض يعني وتاخذ هيدا القرار؟ هل هي السبب المباشر لاستقالتك؟ يمكن ايه، ويمكن كمان انا بدي لي يمكن بدي جواب، بدك عذر يبدو، انت بدك عذر. طيب يمكن هيدا واحد من الاسباب.